أمتار بسيطة تفصلنا عن مجموعة من الأشخاص بأزياء تنكرية. اللي قاعدين نشوفه تحفة يا جماعة الخير. صحيح. كل واحد والثاني مبدع صراحة في اختيار الشكل. تخيل محمد، أنا مو قادرة أركز في مكان معين كذي، عيني كذي. أنا أحس إني فعلاً فيلم. أيوة شيء عجيب، وشخصيات قاعدين ما نعرف من هي تكون، بس قاعدين يعلمونا. زي هذه الشخصية، شخصية انمي اسمها نوفيس صح؟ مين اللي اقترح على الثاني الشخصية؟ انا. انت اقترحتيها؟ ايه. صراحة تحفة. جميل. سبايدر مان حاضر برضو. سبايدر مان، اهلا سبايدر مان. طيب كيف حالك؟ تطير؟ لا لسه ما اطير. سعود كان لابس زي هدول الاشخاص بس فسخها. ليش؟ تعبت. تعب من الشهرة. عطيه كبير علي عاد وانا امشي طحت. هنا سعود اضطر انه يطلع بحقيقته وشكله شخصيته الحقيقية. ومعانا طبعا شخصيتين بس ما نعرف وش هي. ترتر. رهيب. هذه شخصية الترتر. ترتر. يقولون يعني انتم اللي ابتكرتوا الشيء هذا. ايه. من اللي سواه؟ من اللي اشتغل؟ كيف جبتوا البدلة؟ احنا طقمنا واخترنا، يعني اخذناها من مكان يعني. ايوه طلبتوها يعني؟ ايوه طلبناها. يا سلام. رهيبة. والله رهيبة. باقي نظارة بس. وهنا في شخصية طبعا الجوكر. اوه الجوكر. سهلا. اهلا من الجوكر. حبيبي اهلا وسهلا. حالك؟ والله بخير الحمد لله. النور نورك. حبيبي عيونك الحلوة. كيف فكرت انك تسوي جوكر؟ والله كان جاهز عندي للأمانة. سلام عليك. ابي اعرف شعورك وانت ماشي متنكر، الناس ما هي عارفة من انت. والله شعور جميل للأمانة، والكل يصور وكل مبسوط فيك، وانت لو في شخصيتك حقيقية يمكن ما تطلع. فالحمد لله شعور كويس. تحس ان انت أجرأ أكثر ومنطلق أكثر بالشخصية التنكرية؟ والله من شخصيتك الحقيقية. ممكن يعني. أوكي. ممكن الناحية هذه ممكن جراء أكثر من قبل. أنت وشو؟ أنا شيطان قصير ما شاء الله عليه. شيطان قصير. وش ممكن تسوي اليوم يا شيطان؟ والله شوف أنا ما أدري صراحة، بمشي باكل بسوي كل شيء. مو تسوي مشاكل؟ لا مشاكل بسيطة ما يخالف. يمكن ما ندري. شوية. ما ندري شيء. رهيب. وش اسمك؟ زياد العسيري. يا زينك الله يحفظك. صراحة ما ندري نحكي مع مين ونخلي مين. شوف 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 مثلا. هذه البنت. أهلا وسهلا. أهلين. وش الشخصية هذه؟ تجميع سعودي. من ابتكارك يعني؟ من ابتكاري. واللي جنبك؟ شخصية من. وش الشخصية؟ إنه واحد يقتل اللي معاه بالثانوية. يبدو أني أنا الوحيد اللي ما تنكرت بين مجموعة الأشخاص اللي موجودين في البوليفارد اليوم. الصورة مختلفة تماماً في هذا المكان، كل الناس صراحة مبدعين. إيش الكاركتر اللي مسويه؟ من أنمي طوكيو ريفنجرز، شخصية مايكي، ومعي رفيقي دراكن. أهلا وسهلا دراكن. حياك الله يا حبيبي. كيف لميتوا اللبس؟ كيف سويتوا الأشياء هذه؟ إحنا مجهزين من زمان، هي هواية عندنا والحمد لله وتيحت لنا الفرصة، اللهم لك الحمد. يا سلام، يعني أنت مهتم بهذا المجال. عندك كاركترات ثانية برضو مسويها؟ إيه صحيح. يعني مثل ما سمعنا أشخاص فعلا موهوبين ويعتبرون أنه هالمجال هو شغف بالنسبة لهم، اليوم لقوا مودهم وجمعوا. إيش الشخصية والكاركتر اللي مسويه؟ جيه أدوارد ديتش. يا عيني عليك. لميت الأشياء ده. كل لميت الحد. أنا سويته هاند ميد. يا عيني عليك. لا أنا سويته، أخذت. يا عيني عليك. كم لك مسويها؟ والله استغرقت يومين. حلو. من اول ما اعلن المعالي على طول ظبطت. على طول حتى بكره بقدم شخصيه كابتن جاك سبارو. يا عيني يلا منتظرينها. تفضلوا تعالوا قل وش الشخصيه، ايش الكاركتر هذا اللي بنشوفه الان؟ شخصيه انيميشن يابانيه فيري تيل اسمها ايرزا سكارلت. يا عيني. طيب انت اللي لميت اللبس وسويتي بيدك ولا شريتي؟ شيء انا سويته شيء انا شريته. يا سلام. استغرق منك وقت كثير صراحه؟ لا مو مره. على طول؟ ها على طول. وعندك كاركترات ثانيه ممكن تسوينها؟ اي انا مسويها قبل، ان شاء الله بسوي لقدام كاركترات ثانيه. هو هوايه بالنسبه لك؟ اي نعم هوايه مره. يلا استمتعي بالشخصيه. شكرا لك.